الشعر واضح شباب؟ اه دكتور واضح. تمام. طيب، بالمحاضرة السابقة شرحنا معظم الـ methods in general of setting the time standards. وصلنا لعند الـ computerized. إذا لاحظتوا computerized أصلا it's not in the list اللي قدامكم. وما هي إذا إلا تكنيك، خلينا نحكي to measure the time standards according to some، خلينا نحكي specifications خاصة فيها، بحيث إنها بتعتمد كل الاعتماد على كل التكنيكس السابقة والانفورميشنز الموجودة فيها، بحيث إنه بيكون في عندها كم هائل من الداتابيس بتستعمل لإلها الـ PCs أو الـ Personal Digital Assistants، وكل الانفورميشن بتكون على شكل تيبلز، بحيث إنه الأكسس لإلها بيكون جدا بسهولة، زائد إنه خلينا نحكي طبيعة أو طريقة أخذ الانفورميشنز منها بتكون جدا يعني flexible أكثر من غيرها. تمام؟ فإذا بتطلعوا إنه الورك ميجرمنت للتايم ستاندرد تكون بطريقة معينة improved بالproductivity تاعتها للworkers who perform these، خلينا نحكي value adding tasks بالorganization. هلا بدك تاخذ بعين الاعتبار طريقة أو طبيعة أخذ التايم ستاندرز أو دراسة التايم ستاندرز، أكيد هي شيء بيعتمد على بأي مرحلة إحنا، أو خلينا نحكي it's time consuming. أوكي، يعني بتاخذ كتير وقت مرات بطريقة عمل الكالكوليشنز لأخذ التايم ستاندرز. هاي أول نقطة وأوبستكلز بتواجه معظم الأناليست. نقطة تانية، أي تحديثات أو تغييرات بالتكنولوجيا بتأثر على موضوع دراسة التايم ستاندرز وتحليل التايم ستاندرز. هلا اللي بخلي الكمبيوترايزد ورك ميجرمنت تكنيك إلها خلينا نحكي الصفات الخاصة فيها اللي أعلى من بقية التكنيكس، إنها طبعا إلها مجموعة من النقاط. أول نقطة facilitating the collections of the data at the work site in direct time study and work sampling. Automatically performing the routine computations that previously had to be performed by the analyst. يعني هاي أشياء خلينا نحكي بالcomputerized work measurements كانت إلها تأثيرها بإن أطلع time standards بtime أقل، بفترة زمنية أقل، ويكون الأكيرسي تاعته أكثر. أوكي، عشان هيك إحنا أصلاً ما بنعتبرها جزء أو شكل من بقية التكنيكس، لأن أصلاً أخذت مرحلة أعلى من البقية. Organizing the time standards files and databases. Retrieving the data from the database in predetermined motion time systems and standard data systems. Assisting in the preparations of the documentations required in work measurements. تمام؟ اللي هي method descriptions والreports المطلوبة فيها. كل هاي الأشياء خلت الكمبيوترات work measurements أكثر من غيرها إلها دقة، أكثر من غيرها كانت professionality بعملية الكالكوليشنز، لكن it's just a general description. إحنا بآخر المطاف رح نشتغل على التكنيكس اللي فيها manual work، التكنيكس اللي فيها analyst عم بيشتغل، أو إحنا ممكن نطبقها بإيدنا. الكمبيوترات بتعتمد على collections من كل الفور تكنيكس السابقة: direct time study, predetermined motion system, standard data system, work sampling، وبالآخر gathering all the information to find out the required standard time with the minimum cost, minimum time, وبإفشنسي كتير عالية. طيب، بكل الحالات بغض النظر شو كانت الميثود اللي بيتم استعمالها أو الطريقة اللي بيتم استحداثها عشان نطلع الستاندرد داتا سيستم، بيكون في عنا some requirements. أوكي، وهاي requirements طبعا هون موجودة عندكم الـ computerized systems. Why it is، خلينا نحكي أفضل من غير بشكل عام، شو هي المميزات فيها عن بقية systems. هدول الـ requirements لازم يتم، خلينا نحكي، تحقيقهم بالسيستم قبل ما أبلش، خلينا نحكي، ندرس الـ standard time لإلهم. Okay، the prerequisites for valid time standards. قبل ما نبلش فيهم واحد واحد، لاحظوا معي بالكتاب بأول باراجراف شو عم بيقول لك.
The time to perform one work cycle of a given manual task. لاحظوا هو بركز كتير على المانوال تاسك شباب، لكن هذا لا يعني انه احنا الاوتوميتد سيستم او المشين وركر سيستم ما بيتم تغطيتها، تكون هي جزء من هذول خلينا نحكي السيستمز اللي بيتم التطبيق عليها، لكن المانوال تاسك اكثر. ليه؟ لانه على سبيل المثال بالدايركت تايم ستدي الاناليست لما يكون ماسك ستوب ووتش وبيراقب العامل كيف عم بيشتغل، ما بيكون عم بيراقب المشين كيف عم تشتغل. ليه؟ لأن المشين اوتوميتد سيستم، تمام؟ فولي اوتوميتد، في اللحظة بتشتغل فيها لحالها خلص بيكون ماشين رننج تايم هو رقم ثابت ولا يمكن يتغير، ولا يمكن المشين تبلش تتخذ قرار في نص الشغل. اوكي؟ الوركر لا، الوركر ممكن يلتهي زي هيومن بين، ممكن يلتهي، ممكن يشتغل شغلة ثانية، ممكن يفكر بشيء ثاني، ممكن يسرح، ممكن يقعد يحكي مع زميله، ممكن يتغير أشياء كثيرة تطرأ أثناء عمله. اوكي عشان هيك تلاقي معظم السيتويشنز بنشتغل فيها على المانوال تاسك او بنشتغل فيها على البرفورمانس تاعت الوركر نفسه. طيب زي ما قلنا the time to perform the work a one work cycle of a given manual task depends on the worker، تمام، his or her physical size and strength as well as the mental ability. هدول الأساسيات في الوركر نفسه، تمام؟ هل الفيزيكال سايز بهمني؟ هل التاسك اللي قدامي بدها ليفتنج لودز ولا التاسك اللي قدامي بريسيشن عالي، تمام؟ وهذا الاشي بيأثر. هل الجندر ضروري أكون يعني مميزه من البداية؟ أوكي؟ المنتال أبيليتي، هل أنا التاسك اللي بين إيدي بدها عملية integration for the information to take a higher level decision ولا it's just a normal situation follow up instructions and go on بس؟ فالmental effort وأنا برضو أو الability الموجودة عندي بيكون في إلها requirements معينة. The worker pass اللي هي سرعة العامل سابقا حكيناها. The method used كيف يعني؟ الميثود ممكن تكون لها دخل بكل التفاصيل تاعت البروسيجر اللي تم اتباعها، مثلا هل في عندي hand and body motions؟ هل في عندي tooling؟ equipment؟ هل الwork environment بيأثر عندي؟ هاي كلها تعتبر جزء من الميثود. And the work unit اليونت نفسها. في حدا بيسأل؟ ايه عم بحكي، بدي احكي لك شغله بس. تفضلي. إيه ان نحن اخر مره وصلنا عند صفحه 314، احنا ما اخذناش الباقي، يعني اذا سهلين عادي بنقراهم، بس انا حبيت اعلمك. ما شرحنا الست اوف ميثودز الكاملين؟ لا شرحتهم انا، يمكن مش مع شعبتنا. لا مع شعبتكم. والله أنا بتذكر آخر مرة وصلنا. الاستيميشن والهيستوريكال ريكوردز. هدول اللي هون شرحنا، هدول وقفنا. بعد هيك قلت لنا بنكمل. الورك ميجرمنت تكنيك ما شرحناهم؟ لا. إذا سهلين نقرأهم إنه زي قبل، بس إنه ما بعرف. هم سهلين بس برضو يعني أوريدي المجرد إن شرحتهم بالشعب الثاني فأكيد ما رح أظلمكم فيهم. اوكي ثانك يو فيري ماتش، شكرا شكرا ليلى، حاجه حلوه ونرجع. اوكي ما في مشكله. طيب توقعت عاد انتم سامعين الشعب الثاني، ما بعرف ليش تخيلت هاي الفكره. طيب مو مشكله شباب، اتس اوكي. ارجع انا وياكم شوي، اوكي ارجع انا وياكم شوي لهاد، عشان هيك انا دغري دخلت بالكمبيوترايزد عشان هيك. طيب The methods to determine the time standards. بالمحاضرة السابقة لما شرحنا الـ estimation والـ historical records، إحنا في عنا set of four خلينا نحكي techniques بالـ work measurements. لاحظوا عندي estimation، عندي historical records، وعندي work measurements technique. هدول الـ three categories اللي بالـ method اللي بنستعملهم لنطلع الـ standard time أو time standards. هلا في عنا نقطة رئيسية بدك تاخذوها بعين الاعتبار، مرات كثيرة time
اللي احنا بناخده من عملية الاستيميشن بنسميها الاستيميتد تايم، ما بنسميه الستاندرد تايم. والتايم اللي بناخده من الهيستوريكال ريكوردز بنسميه الهيستوريكال تايم وليس برضه الستاندرد تايم. ليه؟ شو السبب؟ لانه في لهم سم ليميتيشنز بعمليه الكالكوليشنز، بتعتمد على اصلا طبيعه الميثود اللي تم اتباعها. الورك ميجرمنت تكنيك عاده لهم ليفل اكيوريسي اعلى من السابقين. الاستيميشنز حكينا بتعتمد على الفورمان، يعطيني خلينا نحكي جادجمنت على التاسك قديش اخذت معه وقت بناء على خبرته الخاصه. الهيستوريكال ريكوردز كانت بتعتمد انه العامل كل ما يخلص التاسك تبعته يحط انفورميشن في بطاقه او في ورقه بحيث انه يبين فيها قديش الوقت اللي اخذه عشان ينتج هاي البرودكت، اوكي؟ بس ما كانش في عندي اي ايفيدنس على الافيشنسي او على البرفورمانس لاداء العامل اثناء هذا التاسك، اوكي؟ من هون اجت الحاجه للتكنيكس بحيث انها بتعطيني كل الريكويرمنتس لهذا الشيء. الورك ميجرمنت تكنيكس بتنقسم لأربع أشكال: Direct Time Study, Predetermined Motion Time Systems, Standard Data Systems, and Work Sampling. Okay؟ لاحظوا معي. طبعاً في عنا إذا بتطلعوا شارح لك بالصدر بعدين Estimation and Historical Records، تمام؟ وشارح لك Work Measurements Technique, which is the set of these four techniques مع بعضهم، تمام؟ وهنا بس ذاكر لك ذكر الفور تكنيكس اللي احنا حكينا عنهم. انا بشكل عام يعني تشابتر 13 وتشابتر 16 هم تو تكنيكس من هذول، بقيتهم احنا ما رح نقدر نغطيهم بهذا الكورس، اوكي؟ طيب الفور ميجرمنت تكنيكس اللي بيتم اتباعهم طبعا، وطبعا الفكره تاعتهم انه التايم ميجر من هذول التكنيكس بيكون it's more time consuming to implement، تمام؟ كيف يعني؟ بيحتاجوا وقت أطول عشان أخذ التايم بالنسبة لي أو عشان أعمل الأناليسز لأطلع الستاندرد تايم فيها، تمام؟ لكن هم accurate أكثر من الاستيميشن والهيستوريكال ريكوردز. كمان شوي بآخر هذا الشابتر حنقارن ما بين كل التكنيكس بناء على التايم وبناء على الأكيوريسي والبوزيشن تاعتها، أوكي؟ وطبعا لو بقيه الشعب مركزين معي كان برضه ركزوا انه انا عطشت شوي عن الشرح هذا، يعني كان على الاقل استغلينا الوقت اللي راح وانا عم بشرح. طيب مو مشكله. الاكيوريسي تاعتهم زي ما حكينا اكثر لكن بياخذوا وقت اطول، وضع طبيعي. يعني انت واحده من التنتين بتساوم عليها، يا اما السرعه يا اما التايم، اوكي؟ اذا اخذت السرعه فالاكيوريسي قليله، إذا أخذت تايم أطول فالأكيرسي بتكون كتير عالية أو أعلى من البقية. الآن هدول الفور ميجرمنت تكنيك، في عنا الورك سامبلينج إلها خصوصيتها إذا بتلاحظوا. ليه؟ لأنها it is differentiated from the other three. كيف تفرق عنهم؟ The primary purpose لو الورك سامبلينج نفسها to take the proportion of the time spent in various categories of work activities using a randomized observations of the subject of interest. تمام؟ تاخذ proportion of the time spent على categories معينة بحيث انه انا باخذ randomized observations، تمام؟ وهي randomized observations تعطيني indications قديش التايم اللي اخذ هذا العامل، يعني proportion of the time. اوكي؟ وبتعتمد على level of the accuracy for the data. يعني أنا بحدد confidence level معينة أو level of accuracy أنا بدي إياها بالobservations اللي أنا بأخذها لهاي التاسكس، أوكي؟ وهاي randomized observations كل واحدة منها بتعطيني indication شو كان العامل عم بيشتغل بهاي الدقيقة، أوكي؟ فكل ما كانت عدد الobservations أكثر كل ما صارت الaccuracy أكثر، statistical situations، أوكي؟ هلا حنحكي عنها بشكل كتير يعني أوضح. The principal purpose of direct time study, predetermined motion time systems, and the standard data system is to establish time standard. Okay? الفكرة هي تاعت إنه إحنا نقدر نحدد فيها الـ time standard. Okay? هدول الـ three techniques عادة بنسميهم الـ engineering standards زي ما هو مكتوب قدامكم أو الـ engineered standards. السبب الرئيسي بهاي الـ situation إنه إحنا خلينا نحكي
بنميزهم عن غيرهم خلينا نحكي بأنهم هم إلهم ستاندرز هندسية، إنه أول شيء they are based on measured time values that have been adjusted for worker performance. تمام؟ عملية الميجرمنت للتايم فاليو اللي قدامي هنا بيتم بيض أرضه أيضا من خلال إنه أنا في عندي worker performance. تمام؟ adjusted for worker performance بيتم تحديده عشان برضو الworker performance يكون في له عندي تأثير. النقطة الثانية فيها الرئيسية إنه some effort has been made to determine the best method to accomplish the task. ما بيتم القياس إلا من بعد ما أقول إنه هاي هي the one best method بناء طبعا على specifications معينة للbest method. إذا طبقتها بقدر أقول هاي هي the best method لهذا السيستم، فبالتالي بقدر بعديها. عشان هيك نحكي إنه إلها basics خاصة فيها أو engineering standards خاصة فيها بيتم تحت تثبيتها أو الشغل عليها عشان أطلع التايم ستاندردز. تمام؟ الآن الـ work sampling can be used to determine the time standards. This technique is not as reliable because of statistical errors and no attempts to make improvement the method to improve upon the method by which the work is accomplished. Statistical error بيجي من نسبة الـ confidence level اللي بيتم اختيارها من الـ analyst، بحيث إنه هي اللي بتحدد لي شو هي نسبة الـ accuracy اللي مطلوب منا بناء عليها بحدد الـ analyst عدد الـ observation المطلوبة منه. تمام؟ خلينا in general نحكي عنها. هلا إذا بتطلعوا معي كل واحدة من هدول التكنيكس في عنا ليفل معين بقدر أطبق فيه هاي التكنيكس، يعني أنا بقدر أدرس الـ standard time بالليفل of the task using the work sampling. أوكي، task كاملة اللي بتتشكل من كل الـ work elements. طبعا التعريفات للهيراركا هاي موجودة بشابتر 2 حكينا عنه سابقا. الـ work element level بقدر أشتغل الـ standard time using the direct time study and the standard data system. هنا عم بقول لك الليفل والورك ميجرمنت تكنيك ممكن استعمالها على كل ليفل من الهيراركي اوف ذا ورك. البيسك موشن اللي ما فيش طريقه ادرس فيها التايم ستدي الا من خلال بري ديتيرمايند موشن تايم سيستمز فقط لا غير. اوكي، خليني اشرح ان جنرال كل واحده من هدول الفور تكنيكس على اساس نقدر نمشي فيهم لقدام. اول تكنيك اللي هي بنسميه احنا الدايركت تايم ستدي. اوكي، طيب الدايركت تايم ستدي هي عباره عن ايش؟ It involves a direct observations. خليني ارجع شوي. اوكي، الدايركت تايم ستدي It involves a direct observation of the task using a stopwatch or any other chronometric devices to record the time taken to accomplish the task. Okay? إذا باخد عدد it will involve عملية observation مباشرة، مراقبة مباشرة للsituation اللي قدامي من خلال analyst. هذا الانالست بيكون ماسك device معينة زي الstopwatch وعم بيراقب العامل الآن عم بعمل setup. Start. Okay؟ خلص setup. Stop. رجع بلشت المشين رننج. تمام، ستارت، وقفت، ستوب. اثناء العامل كان بيشتغل شيء ثاني، فمره بدرس المشين رننج مره بدرس الوركر على حده. اوكي، هلا هدول السيتويشن حاله من حاله دايركت تايم ستدي. مرات كثير بدايركت تايم ستدي الانالست بيكون ماسك الستوب ووتش، بلشت السايكل ستارت، بضلها شغاله معاه لحد ما يخلص وان ورك اليمنت، بيعمل ستوب. اوكي، وهي كوميوليتيف تايم، زمن تراكمي، بيعتمد يخلص العامل كل التاسكس المطلوبه منه وبناء عليها بيعطيني تايم ستاندرد. اوكي، هلا بالدايركت تايم ستدي each work element is timed separately while observing the worker. The time study analyst evaluates the worker performance and records of this pass is attached to each work element.
This evaluation of the worker pass is called the performance rating. تمام؟ إذا العامل الأناليست اللي عم بيجي بيراقب العامل كيف عم بيشتغل وبيراقب السيستم. بيروح بياخذ كل ورك اللي مش حكينا الليفل تاعتها اللي هي عبارة عن الورك إليمنت، بياخذ تايمينج للورك الإليمنت الواحدة. إذا بده ياخذ للتاسك كلها كمان شوي حنتغلب، يعني حنشوف احنا حالتين بالتشابتر دايركت تايم ستدي، انه لما ياخذ التايم كوميوليتيف واذا اخذ التايم على كل ورك اليمنت. اوكي، يراقب العامل وهو عم بيشتغل بكل ورك اليمنت، بيشوف العامل لما كان عم بيعمل سيت اب اوكي كان البرفورمانس تبعه 100%، ما التهاش ما غيرش شيء، طبعا بناء على خبرته بيحكي 100%. تمام، اثناء المشين رننج تايم العامل كان عم بيحكي مع اللي بجنبه، ما عم بيعمل اكتيفيتيز معينه مطلوب انه يشتغل شغله ما اشتغلها، بتلاقي بحط له performance rating، بنسميها performance rating اللي بتحدد الباس بتاعت العامل او سرعه العامل باداء الجوب او التاسك اللي بين ايديه. تمام، هذه طبعا performance rating بيتم تثبيتها بالضبط مع الورك element اللي تم تحديد التايم لها. اوكي، هاي احد الـ خلينا نحكي disadvantages تاعت الدايركت تايم ستدي. ليه؟ لانها بتعتمد على عمليه جادجمنت من هيومن لهيومن. هاي الجادجمنت بيدخل فيها اشياء كثيره، اهم الاشياء اللي بتدخل فيها عمليه الجادجمنت هاي ممكن يكون في عندي بيرسونال سيتويشنز ما بين الوركر وما بين صاحب العمل، بحيث انه ممكن يعمل جادجمنت بناء على خبره سابقه، في انا بعرف هذا العامل اصلا من زمان يعني ما كانش بيشتغل منيح، طب بلكي تحسن، بلكي تغير ادائه، بلكي في ارجمنت خاص ما بيناتهم. ف هاي الاشياء ممكن تاثر على عمليه الجادجمنت للبرفورمانس ريتنج اوف ذا وركرز. اوكي شباب اعطوني بس دقيقه واحده، دقيقه واحده بس. تمام، بعتذر شباب. طيب، إذا حكينا بالدايركت تايم ستادي في عندي عملية جادجمنت من الأناليست على الوركر للبرفورمانس أو لأداء العامل، هاي الشيء بتخلي لي شوي سم ليميتيشنز بالدايركت تايم ستادي، زائد إذا لاحظت الدايركت تايم ستادي الأناليست رح يوقف ماسك ستوب واتش، فهذا الشيء رح ياخذ وقت كثير طويل. تمام؟ And he observed the time required to finish one work element. في اللحظة هو اللي عم بيراقب فيها كل ورك إليمنت كيف راح يتم إنهائها، تمام؟ بيحدد التايم، فبالتالي بالآخر بنسميها تي أوبزيرفد، أوكي؟ وبيعمل أناليسز للبرفورمانس ريتنج تاعت العامل، فبروح شو بيساوي؟ تي أوبزيرفد مضروبة بالبرفورمانس ريتنج تاعت العامل بتعطيني تي نورمال، مظبوط ولا لا؟ مش هذا اللي درسناه احنا بشابتر 2؟ تي نورمال بتساوي تي اوبزيرفد اللي هي نفسها الاكتوال مضروبه في ايش؟ بالبرفورمانس ريتنج تاعت العامل، بطلع تي نورمال. الان طبعا بناء على الرولز خلينا نحكي البروتوكول المعمول فيه بالشركه بيتحدد الالاونسز، خلص لمجرد باخذ الالاونسز بضربها بالتي نورمال اللي طلعت معي، بطلع الستاندرد تايم لهاي الورك اليمنت او لهذا التاسك. اوكي؟
هذا بالنسبة للدايركت تايم ستات. طبعا شابتر 13 حنشرحه بشكل كتير مفصل. البرفورمانس او بري ديتيرمين موشن تايم سيستم، هاي التكنيك تعتمد على مجموعة البيسك موشن اليمنتس اللي حكى عنهم فرانك جيربريث، وطلع لنا تقريبا حكينا من معدل 17 ل 19 تيربليكس. اوكي، زي شو؟ الريتش، الجراسب، الموف اند سو اون. بس اغلب الورك اليمنتس بيدخل فيهم البيسك، بيدخل فيهم ريتش وجراسب وموف. تمام، بيكون في عندي شباب تيبلز، تمام، هذول طبعا الكومون ماني، خلينا نحكي معظم المانوال اندستريال تاسكس بيكون في هذول الثلاثه. هلا كل من هذول الموشن اليمنتس بيكون في جنبها النورمال تايم، بيكون في عندي زي تيبلز خاصه فيها. كل وحده من هذول ال 19 تيربلكس بيكون في جنبها النورمال تايم. لاحظ نورمال تايم وليس اكتوال تايم او اوبزرف تايم. فيش عندي بيرفورمانس ريتنج، ما في عندي هون بيرفورمانس ريتنج، لانه شو بدك تعمل ريتنج للريتش للموف؟ شو بيكون عندي؟ بيكون عندي conditions خاصة في كل من هدول الموشن elements. كيف يعني؟ الريتش، الريتش بتعتمد على الدستانس اللي تم قطعها. كل ما زادت المسافة الريتش، تمام؟ كل ما التايم صار أطول. أوكي؟ الموف، الموف بتعتمد على two conditions، الريتش والويت، الوزن. يعني بتذكرين بشابتر 2 كان في اكزامبل، عامل كان عم بينقل بوكسز من لتوت بان او لكونتينر، مره بيروح فاضي وبيرجع مليان. واذا بتذكرين التابل هو موجود عندكم بالاكزامبل بشابتر 2 اذا بتطلعوا عليه، فيه انه قلت لكم سالتكم قلت لكم ليش الوقت اختلف عندي مع انه العامل نفس الشراع الكونتينر ورجع، يعني نفس المسافه قطعها. ساعتها كانت الفكره انه لما رجع، رجع ماسك بوكس بين ايديه او ماسك products بين ايديه او raw materials. هذا الاشي اخذ من الوزن، الوزن دائما بقلل من السرعة، فبالتالي شو بصير عندي؟ بصير time duration spent على هاي الموشن صارت اطول. فالموف الconditions تاعت الdistance والweight، تمام؟ نفس الاشي اذا بدك تاخذ على موضوع حكينا reach move الgrasp. الجراسبنج تعتمد على شو شباب؟ الشيء اللي بين ايديك او البارت اللي بدك تمسكه بين ايديك واضح المعالم، بحيث انه انت ما بيكون في صعوبه في عمليه حمله، تمام؟ when you grasp it. او بدك تختار شغله ما بين مجموعه شغلات، اذا كان في عندك decision انك بدك تدور على شغله، معناته في عندك عمليه inspection. اوكي؟ او خلينا نحكي using the eye movement. ممكن يكون انت مثلا مجموعه من الاقلام كلها مع بعض، بس تختار اي واحد، تاخذ واحد من هالبوكس وتمشي فيه. او بدك قلم احمر ما بين 20 قلم، بدك تروح تدور على القلم الاحمر بيناتهم. عمليه السيرش هي تعتبر جزء من الجراسبينج. هدول كل شيء احنا عم نحكي عنها. كيف بتكون مجموعه من التيبلز؟ اذا تطلعوا على شابتر 14 بكتابكم بتشوفوا الكم الهائل من التيبلز. اوكي، كل تابل فيه مجموعة من الموشن إليمنتس، وكل موشن إليمنتس مربوط في جنبها الكونديشنز اللي بيتم تطبيقها عليها، وفي جنبهم بيكون بالتابل النورمال تايم، بيكون بجنبهم النورمال تايم. شو بساوي؟ أنا في البيسك موشن إليمنتس بهذا الليفل بالهيراركي بروح I will add up all the basic motion elements together the normal time for them to find out the total time for the work elements. تمام؟ عشان اطلع قديش التايم ريكويرد بالورك اليمنت. هلا عمليه الادنج هاي او السميشن هاي تعتمد ان انا اصلا طلعت المعلومات سابقا من التابل. هلا اذا بتلاحظوا البري ديتيرمين موشن الها خلينا نحكي ادفانتجز عن الدايركت تايم ستادي. اوكي، خلص انا طلعت التي نورمال من التابل، بضربها بالالاونسز للبيرسونال فاتيك ديليز، بطلع الستاندرد تايم از سمبل از ذات. اهم نقطه رئيسيه فيها بتميزها عن الدايركت تايم ستدي انه في عندي بيرفورمانس ريتنج از نوت ريكوايرد. ليه؟ لانه اصلا انا عندي تيبلز باخذ منها ريتش،
شو بده يكون في عندي ريتنج والله هو عمل ريتش بسرعة وض. لا لا تنسى إنه عبارة عن إيش، عبارة عن حركة أعضاء جسم، your eye vision، ثواني معدودة أجزاء من الثانية، الجراسب، هاي الأشياء ما بدها performance rating، مش فترة زمنية أطول. نقطة تانية برضو بتميز هاي التكنيك عن direct time study، it can be applied to determine the time standards for a task before production. يعني أنا بعرف بالتاسك اللي قبل نفسك تكتب ورقة كلمة على ورقة، بهاي التاسك أنا بعرف أني أنا بدي مجموعة من الأكشنز اللي هي بدي أشوف ألم وين، أدور على ألم، أخذ الألم، أمسكه بإيدي، أكتب الكلمة على الورقة، تمام؟ تكون الورقة بين إيدي. هلأ لما أشوف مجموعة الحركات هاي بقسمها لبيسك موشن إليمنتس. أول إشي بدي أمسك الألم، I need to reach the pen, grasp the pen, move the pen، تمام؟ بعدين بدي أعمل له alignment على الورقة بنقطة معينة، بعدين I need to move my hand، okay؟ طبعاً عملية الـ writing using a pen أو using a pencil أو using any other devices برضو إلى تيبل خاصة فيها، okay؟ Lifting components depending on the weight, depending on the distance, depending on the situation of lifting the load, using the eye vision، هاي كلها برضو tables خاصة فيها. إذن النقطتين اللي بيميزوها، أول إشي ما فيش داعي للperformance rating عندي هون، والنقطة الثانية بقدر أحدد time standards قبل ما أصلا يكون في عندي عملية إنتاج، وهاي التكنيك one of the most accurate techniques بشكل عام. أوكي؟ الستاندرد داتا سيستم التكنيك اللي بعديها عبارة عن إيش؟ It's a compilation of the normal time value for work elements used in the task that are performed in a given facility. تمام؟ These normal times are used to establish the time standards for the task that are composed of work elements similar to those in the database. إذن برضو بتعتمد على موضوع database. هي فكرتها تحويل بشكل عام بنسميها تحويل برمجي لما نحكي compilations in general، تمام؟ في عندي database، database هاي بتيجي من وين؟ بتيجي إما من direct time study predetermined motion، تمام؟ ممكن تيجي عندي من الwork sampling، وممكن برضو طبعا الwork sampling نادر ما تيجي منها، لكن ممكن تيجي منها، وممكن تيجي من الhistorical records، وضع طبيعي تيجي من الhistorical records، أوكي؟ بحيث إنه في عندي flexibility to access this database، وأوجد المعلومات اللي بدي إياها. أنا عندي عملية، خلينا نحكي هنا بدي أنقل components وزنه كذا من نقطة A لنقطة B، بروح بدور في الداتابيس المسافات اللي قدامي وكومبوننتس لهم نفس الاوزان، تمام؟ يعني بتروح بتدور على المعلومات الخاصه في نفس التاسك بالداتابيس اللي بين ايديك، هيك الستاندرد داتا سيستم. اوكي؟ لارج اماونت اوف داتا ار جنرالي ريكويرز تو كومبليت، عفوا تو كومبايل ذا داتابيس بشكل عام، سواء من الهيستوريكال ريكوردز، من الورك سابلينج داتا، من البري ديتيرمين موشن سيستم او دايركت تايم ستاد، تمام؟ The work elements are performed under different work variables. في عندي كتير متغيرات للwork elements اللي بيتم تطبيقها على الأرض الواقع الآن. لكن مرات كتيرة ممكن تكون التاسك لسه بدي أعملها، بس بعرف إيش الwork elements اللي بتشكلها. بروح على الداتابيس بشوف المعلومات اللي بتشبه كتير أو similar activities related to the same work elements أو similar، خلينا نحكي خلينا نحكي work elements تشابه اللي قدامي، وباخد لها الانفورميشنز قبل ما فعلا نطبقها على ارض الواقع. برضه هاي one of the advantages للstandard data system عن غيرها، تمام؟ هلا الwork variables ممكن تأثر على الwork elements اللي قدامي هنا، it may be affecting the normal time values، تمام؟ بحيث انه normal time for a given element راح يكون function of the work variable. Be careful. The time أو normal time for the work element اللي أنا بدي أدرسها يعتبر function of the work variable. While functionality must be included in the database، بتكون functionality هاي أو خلينا نحكي variability بالداتا
تعتمد على انه في عندي اشياء بتميزها عن غيرها. فبتلاقي بالداتابيس نفسها تيبلز تشارتس ماثيماتيكال ايكويشنز لهدول الفاريابيليتيز بالايش بالورك فاريبل. تمام، الفانكشن عفوا اوف ذا ورك فاريبل. تمام، يعني معلومات لكل نوع من انواع الورك اليمنتس اللي فيها اشياء خاصه فيها، اللي فيها فاريابيليتيز متغيرات معينه. بناء على شو انا بدرس هاي المتغيرات؟ بناء على داتابيس موجوده. طيب الداتابيس موجوده كيف بدها تغطي هاي المتغيرات؟ بيكون فيها سيميلر فانكشنز سابقه او سيميلر اكتيفيتيز سيميلر ورك اليمنتس، خليني احكي. تمام، بتشابه هذا الشيء لكن فيها بعض السبيسيفيك او سبيسيفيكيشنز خاصه فيها، بيتم ادخالها على الداتابيس على شكل تشارتس دايجرامز ماثيماتيكال ايكويشنز لتميزها عنها. To use the standard data system عادة الـ analyst first identify the work elements، بحدد الـ work elements. تمام؟ اللي بتشكل عندي كل الـ variables للـ task. Making up the task together with the value of the work variables respectively for each element. حدد الـ work elements، كل work elements كان في له variable خاص فيه. تمام؟ بعدين he will access to the database ليطلع الـ normal time that is related to this type of work element مع الـ variable الخاص فيه. تمام؟ كيف يعني تشارتس ودايجرام؟ لنفترض انه في عندي مثلا اذا كانت في عندك مثلا سرعه العامل او بلاش سرعه العامل انا performance rating، اذا كانت عندك الاكتيفيتي اللي بين ايديك او الورك elements اللي بين ايديك لها صفه معينه صفه كذا، فبالتالي هاي بتتقاطع انه يكون في عندك normal time قيمته كذا، فبيعطيك tables او charts شوي بتميز كل work element عن غيره. تمام؟ بالآخر he will sum up all the work elements together to determine the normal time. Then he will add up the allowances زي ما حكينا سابقا نفس الفكرة تاع chapter 2. تمام؟ وبطلع لنا الستاندرد تايم. اوكي؟ التكنيك اللي بعديها الورك سامبلينج. It uses a random sampling technique. اوكي؟ وزي ما حكينا سابقا تعتمد كل الاعتماد على عملية الاستيميشن. تمام؟ هلا the time spent is different activities can be estimated with defined degree of statistical accuracy. تمام؟ هلا studying might include setting up of a products, producing parts, machine idle. بروح الاناليست بيوقف بيشوف السيتويشن اللي قدامي. خلينا نحكي الجوب ليفل تعتمد على مجموعه من التاسك. ايش هم التاسكس؟ سيتنج اب از ا تاسك، ماشين رننج تايم، ماشين رننج از ا تاسك، ايدل تايم از ا تاسك. بيروح العامل شو بيساوي او عفوا الاناليست بيجي باول الشفت بتطلع العامل عم بيعمل سيتنج اب، بيروح بيرجع بعد 10 دقائق بيلاقي العامل بعد عم بيعمل سيت اب، بحط اول مره سيت اب، ثاني مره سيت اب، بيروح بيغيب له ساعه بيرجع بيلاقي الماشين رننج، ثالث مره اجيت كانت الماشين رننج، بيروح برد بيرجع بيلاقي بعد فتره العامل ايدل، بيحط العامل ايدل في رابع مره. هذا الحكي قديش بكرره؟ ممكن اليوم الواحد فيه 20 سايكل، بكرره باليوم الواحد 4 مرات على مدار 5 ايام، على مدار 2 3 شهور. كل ما زادت عدد المرات اللي بياخذ فيها الاوبزرفيشنز بتزيد نسبه دقه العمل، اوكي؟ فهو بياخذ على ليفل معين من الستاتستيكال اكيورسي لان نمبر اوف اوبزرفيشنز تو فايند اوت ذا time standards. تمام؟ الـ capability includes multiple subjects الـ worker والـ machine بشكل عام. تمام؟ هلا الفكرة الرئيسية إنه أنا عندي a large number of observations over an extended period of time are usually used طبعا or made in a work sampling study in order to achieve the desired level of statistical accuracy. بدي يكون في عندي نسبة معينة من الدقة والأكيرسي اللي أنا مطلوب فيها اللي منها بحدد N number of observations. تمام؟ The subject and the observations must be made at random times. ما لازم يكون في عندي مرات كتير بيطلع في عندي bias بالداتا بناء على إنه ما بيكون عندي randomized. كل ما كانت الفكرة عشوائية أكثر كلنا بنعرف إنه the proportion of time spent على activity معينة تعتمد على إنه أنا أخذ randomized observations لهذا الشيء.
in order to minimize the bias. For example, if the worker knew when the observer or observations would be made, ممكن إنه he will influence his or her behavior. حيغير طريقة تصرفه أو طريقة أدائه. إذا بعرف أنا بعد ساعة رح يجيني الأناليست يقيم شغلي. إذا نحن شو استفدنا؟ لازم تكون as random as possible. قد ما يقدر يعملها randomized عشوائية قد ما هي بتكون طبعاً accurate أكثر. عادة الwork sampling إلها objectives رئيسية لما نيجي نستعملها. أغلبها بتكون مثلاً for example to measure the machine utilization in a plant. حكينا عن machine utilization سابقاً. Determine the appropriate allowance factor for use in setting standards in direct time study. طب أنا لما أجي أخذ randomized observations ومنهم طلعوا 10 إنه العامل بيكون فيها ايدل، مش أنا بقدر أحدد أو مثلاً العامل مش ايدل، العامل لما جيت واحدة من الأوبزرفيشنز لقيت العامل مثلاً راح يشرب مي، مرة ثانية لقيته عم بيحكي بالموبايل، مرة ثالثة إجيته عم بيرتاح لأنه إيده عم توجعه. هلا هدول كلهم عبارة عن أوبزرفيشنز، ساعتها بحدد في عندي إشي اسمه اللي هي البيرسونال تايم للعامل. هلا في هاي الحالة أنا أخذت استيميشن لا قديش الفترة الزمنية اللي عامل كان فيها بيكون ايش؟ بيكون عم بيرتاح او عم بياخد نسبة معينة من الالاونسز المسموحة له بالشركة بالعمل عفوا بمجال العمل. تمام؟ فهي احد الاوبجيكتيفز الرئيسية تاعت الورك سامبلينج تو استابليش اللي هي الـ عادة اللي هي الفاكتورز فور ذا الاونسز بالستاندرد فور ذا دايركت تايم ستادي. تمام؟ هلا to establish the statistical error بشكل عام in the sampling procedures caused by the time standards to be less accurate than those obtained by the other work measurements technique. هي أقل accurate من الدايركت تايم ستادي والpredetermined motion system. والسبب زي ما قلت لكم بيكون في عندي ليفل معين من الستاتستيكال ايرور اللي مسموح فيها بهاي الابلكيشنز. يعني هل أنا بدي أغطي 6 سيجما؟ بدي أغطي 5 سيجما من الستاندردز. الستاندرد بيكون بناء على ايش؟ بناء على normal distribution curve. اوكي؟ What is the level of confidence اللي بتخليني اخذ عدد من random observations تتناسب مع الاكيرسي اللي انا بدي اياها بالwork environment. تمام؟ اخر تكنيك بس مش موجودة عندكم بالدياجرام، شرحتها بجزء في بداية الكلاس بس شرحتها على السريع، اللي هي الcomputerized work measurements. The purpose of work measurements and time standards is to improve the productivity of the worker who perform the value-adding tasks of the organization. The work measurements itself can be very time-consuming for the analysts who do it. Okay? بحيث إنه ممكن بقى الشخص يستغرق بالدايركت تايم ستادي سنة وسنتين بالاناليسيس. في determined motion elements ممكن تستغرق أكثر من هيك. وبرضه زائد الـ hardware and software products that have been introduced commercially to improve the productivities of the analysts who perform the work measurements. هاي أحد الأشياء اللي حاولوا إنهم يعملوها للأناليست، إنهم يدخلوا كتير من الـ hardware and software اللي تسهل عليهم عملهم. من هون إجت الـ computerized work measurements. حكيت بعديها إنه the products reduces the amount of the time required by the analyst to set the time standard. إذا أنا دخلت له هاي الهاردوير والسوفتويرز. The computerized products have been developed for all four of work measurements technique. The direct time study, the predetermined motion time system, the standard data system, the work sampling. تمام؟ بحيث إنه أنا خففت من العبء اللي على الأناليست نفسه، قللت من الوقت اللي ممكن او المجهود اللي ممكن يتعب وهو عم بيشتغل فيه عشان ياخذ الاوبزرفيشنز، عشان يحلل البري ديتيرمين موشن تايم سيستمز، يحدد يدور بالتيبلز اند سو اون. فلما نحكي سوفت وير قلت لكم داتا بيس قبل شوي، بس هل قلت لكم مكتوبه ولا كمبيوترايز؟ اذا كمبيوترايز يم اول شيء بتحط السيمبل اللي خاص فيك مثلا الموف، بتحط حرف ام بيجي لك كل الداتا بيس الموجوده عن ام. اوكي؟ فهاي الفكرة، طريقة الولوج للمعلومات، طريقة الوصول لهاي المعلومات، طريقة تحليل هاي المعلومات
بالكمبيوترايزد ورك ميجرمنتس حتكون اسهل لي، لانه احنا عم نشتغل على بي سي بيرسونال كمبيوترز او اي نوع من البيرسونال ديجيتال اسيستنت، تمام، بحيث انه البرودكتس reduces the time and the efforts to perform the work measurements by means of a certain situations. هلا حنحكي عنها طريقة الـ facilitating of the collected data بالwork بشكل عام، بالdirect time studies and work sampling specifically، لأنه عملية الـ collections of the data صفت أسهل. Automatically can perform a routine خلينا نحكي competitions that previously had been performed by the analyst. هلا الروتين اللي بتبعه الانالست سابقا صار طريقه اللي عمله اسهل بالكمبيوترايز سيستم. نقطه ثالثه برضه حكيتها قبل شيء اللي organizing the standard files and database لانها كمبيوترايز سيستم اصلا. بعدين عنا retrieving data from the database in predetermined motion time systems and standard data system. Assisting in the preparations of the documentations required in work measurements, the method, the description, and reports. كلها لمجرد أنه أنا في عندي system سهل علي الشغل، حيقلل علي الوقت والمجهود. طبعاً computerized هي ليست تكنيك رابعة، وإنما هي تحديث وإدخال التكنولوجيا الجديدة على شغل الأناليست لحساب الستاندرد. أوكي؟ واضحة؟ هدول الفور تكنيكس اللي أنا قبل شوي مشيت عنهم، بعتذر إني أنا مشيت عنهم، أنا كنت متخلي إني أنا شرحتهم عندكم كاملين بشكل مفصل. فلاحظوا مثلاً عندكم الدياجرام مش موجود فيه الكمبيوترايز ورك ميجرمنت، أوكي؟ مش موجود فيه الكمبيوترايز ورك ميجرمنت لأنها تكنيكس. خلينا نحكي هون الورك ميجرمنت تكنيك، المانوال ورك ميجرمنت تكنيك، فينا نحطها بنفس هون بنفس الليفل هون. الثالثة اللي هي الكمبيوترايزد ورك ميجر، يصير أربعة: استيميشن، هيستوريكال ريكوردز، ورك ميجرمنت تكنيك، وكمبيوترايزد ورك ميجرمنت تكنيك. أوكي؟ حد عنده أي سؤال على هذول التكنيكس الأربعة؟ إحنا طبعًا على الأغلب إن شاء الله إنه يسعفنا الوقت نخلص الدايركت تايم ستادي والورك سامبلينج. الورك سامبلينج ما راح تاخذ منا أكثر من محاضرتين، بس الدايركت تايم ستادي ممكن تاخذ منا فترة منيحة لا بأس. أوكي؟ إذا احتاجنا لمحاضرة إكسترا بقول لكم قبلها بوقت أكيد عشان نقدر نحل. طيب أكمل بعدها أرجع ل ال prerequisites لل valid time standards. شباب صبايا حد عنده أي سؤال على الفور تكنيكس؟ ان شاء الله يكون صمتكم انه لا احنا فاهمين، ان شاء الله ما يكون صمتكم انه ما حدش معي بالمحاضره، لانه بصراحه محاضراتنا حكي. فاذا انت ما ركزت في الشرح لما تيجي تحلل المعلومات اللي قدامك بالكتاب وانت عم تدرس للامتحان، عشان هيك انتوا بتخربطوا بالمالتيبل تشويسز. اوكي، ما بقول لكم ما تعرفوا تدرسوا لحالكم، لكن الفكره المعلومه اللي عم تنعطى لك بدك تحللها باسلوب معين او بنمط معين، بحيث انك انت تقدر تربط الانفورميشن مع بعضها اللي بالاخر توصل لكونسبت معين. تمام، عشان ما نضيع وقت، البري ريكويزيتس فور فاليد تايم ستاندرد حكيت لكم قبل شوي انه انا اي نوع من خلينا نحكي the time to perform one work cycle of a given manual task depends on the worker's his or her physical strength and size well mental abilities and the worker pass and the method used. الآن أي نوع تاسك بده يتم تطبيقه بشكل عام؟ خلينا نحكي هون بشكل خاص عن المانوال تاسك. بيكون فيه مجموعة من الـ requirements بشكل عام، أوكي؟ هذول الـ requirements إذا اختل أي من هاي الـ requirements ممكن التاسك ما يتم عمله بطريقة صحيحة. لكن في عندنا شرط: as soon as this prerequisites أو هدول الـ requirements لهاي التاسك have been standardized، تم تثبيتها، there will be no any further improvement على التاسك، وبنعتبرها الـ standard method. أوكي؟ على سبيل المثال إذا كانت في عندي إيش هم مثلا الـ requirements؟
ممكن سم تاسك قدامي بدها نوع معين من الفيزيكال ريكويرمنتس بالعامل او السترينث قوة. هل في عندي ليفتنج لودز؟ هل انا بحاجة تو اكزيرت سم فورسز على الاكتيفيتي اللي بين ايدي؟ ولا it is a precise task بدها precision عالي visual acuity عالي تمام؟ بدها mental ability أكثر. في عندي integration of the information to find out a certain output. اوكي؟ هلا بدها سرعة معينة worker pass معين. الآن برضو ممكن يكون في عندي الميثود اللي بيتم تطبيقها بالتاسك هاي زي شو؟ الهاند اند بادي موشنز حركه الشخص نفسه لازم تتحرك بطريقه معينه بادي موشنز معينه التولينج الاكويبمنتس الورك انفايرمنت اللي بيتم الشغل فيه لازم يكون اوبتيمال ايديال ورك انفايرمنت اوبتيمال ورك انفايرمنت اللاتنينج فيه نسبته كذا تمام خلينا نحكي الاضاءه فيها نسبه معينه لاكس معين لازم تكون موجوده بالاضاءه ما يكونش في عندي نوع معين من النويز، النويز المسموح فيه ما يتعداش ال 60 دي بي. اوكي؟ هلا هاي البري ريكويزيت ريكويرمنتس بيتم تثبيتها قبل ما يبلش التاسك. طبعا مين بيثبتها؟ بناء على الاكسبيرينس وعلى الخبره وعلى امورها. مرات كثير بيضلوا يحسنوا عمليه امبروفمنت اذا اول مره بلش الشغل لسه ما بحدد هدول الستاندرايز. من خلال الاكسبيرينس اللي قدامي لا احنا بدنا هيك لا لازم نغير هاي لا لازم تكون الطاوله هاي هون لا لازم الاضاءه تكون اعلى من هيك العمال ما عم بيشتغلوا لانه واقفين لازم يقعدوا فبحدد كل التفاصيل الخاصه بضلني اعمل امبروفمنت 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 لحد ما اوصل لمرحله خلص هذا اخر شيء ممكن اوصله اوكي طبعا اخر شيء ممكن اوصل مش بالسهوله حنحكي انه يعني بضل دائما الانسان بيدور على عمليه التحسين على كل حال Also the work unit. The unit اللي بيتم إنتاجها إلها input معين وإلها output معين. وهذا الإشي برضو نحن نحكي عنه. The standardized عفوا. All of these factors must be standardized. إيش هم الـ factors? The task is performed by an average worker. شو يعني average worker حنحكي بشكل مفصل. The worker's path pass often represents the standard performance. سرعة عامل is standard performance. حكيناها سابقا لكن حنحكي عنها هون اللي هي 100% performance. The worker uses standard methods اللي تابعة لها ال input material وال tooling وهي القصص كاملة. والماشينز يوزد وكل التفاصيل هاي. The task performed on a standard work unit that is defined before and after processing. تمام؟ التاسك performed على standard work unit. ايش هي الستاندرد work unit هذا اللي احنا رح نحكي عنه؟ الفيجر اللي قدامكم بالصورة ببين لكم التاسك الستاندرد تايم فور ذا تاسك اللي بيعتمد كل الاعتماد طوله على انه يكون في عندي standard input units. Average worker, standard performance, and standard methods. عشان يطلع عندي standard output working. تشبه كتير the work system description as a physical entity. لكن هون إحنا عم نحكي على standardizing all the requirements أو the prerequisites عشان أطلع time standard. Okay, عشان هيك هاي تتميز عن the work. سيستم اللي معرف على شكل physical entity. اوكي؟ واضح لغاية الآن؟ خلينا نبلش على السريع بالدقيقة اللي ضلت معانا بالافرج worker and the standard performance. الافرج worker is a person who is representative of those who perform the task similar to the task being measured. تمام؟ الافرج worker هو عامل بيمثل الأشخاص المعنيين بهاي التاسك او بيقدروا يطبقوا هاي التاسك او بيشتغلوا بهذا المجال. يعني اذا كانت هاي التاسك بيتم تطبيقها من خلال ميل فالستاندرد او الافرج وركر لازم يكون ميل. اذا كانت هاي التاسك بيتم تطبيقها من فيميلز فالستاندرد او الافرج وركر بيكون فيميل. تمام؟ الجندر مثلا if it makes differences. تمام؟
هلا sometimes بيكونوا ليش بتقول مهندس طب ليش نفرق يعني ليش males و females؟ في some types of the task requires إنه يكون عندي اللي عم بيشتغل فيها زي lifting heavy loads هاي بدها male. طب هل في شيء مميز بيشتغل females؟ yes في tasks معينة صعب جدا يتم تطبيقها إلا من خلال females. أوكي؟ فبالتالي إذا كانت الـ average worker أو هاي التاسك بيطبقها ميلز فبالتالي الـ average worker بيكون ميل، بتطبقها فيميل الـ average worker بيكون فيميل. شو صفاته؟ average worker is assumed to have شو صفاته؟ learned the task and is practiced تمام and professional in it او at it هو professional بهذا المجال وهذا الشخص he is learning او عفوا he learned the task هو خلص ال learning he learned the task تمام he or she is well into the learning curve and is capable to perform the task consistently throughout the shift. تمام؟ بمعنى أو بآخر هذا العامل متدرب على هاي التاسك وحافظها وعارفها. هذا العامل willing to the learning curve لما نحكي willing to the learning curve وصل مرحلة بالlearning curve التايم تبعه صفة ثابت بهاي التاسك. هيك يعني willing to the learning curve. فيش عندي any further reduction بالسايكل تمام؟ هذا الشخص خلينا نحكي performing the task consistently throughout the shift بحيث انه بيقدر ياخذ الاوكيجنال ريست بريكس as طبعا as befits the work situations بما يتناسب مع الwork situations ياخذ البريكس تبعونه هو كتير متمرس بهذا المجال learning كيف تبعه تمام هذا الشخص تعلم التاسك سابقا مش جاي اخي ياخذ عندي experience ولا انه يتعلم experience جديده وانما لديه الخبره الكافيه عشان يطبق هاي التاسك تمام to accomplish the task اوكي شباب صبايا انا حوقف لهون تمام المحاضره القادمه ان شاء الله بنكمل بس برضو ذكروني الله يرضى عليكم في بدايه المحاضره يعني انا ان شاء الله بتذكر لأنه الشعب الثاني نفس الشيء وأوصله عندكم لهون الـ average worker and standard performance للتاسك أوكي يعطيكم العافية جميعا بس خليني أعمل داونلود للليست بعتذر تأخرت عليكم دقيقتين واو أنا أصلا عندي مختبر أوريدي هلا طيب شباب صبايا يعطيكم العافية جميعا وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله بنشوفكم على خير يوم لا لسه انتوا يوم الاثنين عندكم محاضرة صح؟ المفروض دكتور ان شاء الله خلص لا كان بنعيد عليكم مرة ثانية كل عام وانتم بخير اليوم ان شاء الله برضه بالمحاضرة الجاية ان شاء الله الجميع بيكون بخير اوكي؟ السلام عليكم اضطر اني اطلع لانه عندي مختبر والله كيف نسيت الوقت